ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكم في مطعم في الظلام. انا اسمي نعمة، انا اللي هكون جايد معاكم النهارده. افتكروا اسمي كويس على اساس لو محتاجين اي حاجه انجهولي. انتوا جاهزين؟ ان شاء الله. يلا بينا. ناس كتير بتردد مقولة العين بتاكل قبل البطن، لكن احنا قررنا نكسر المقولة دي تماما. عندنا بس هتشرب وهتاكل اكل فرعوني بس في الضلمة. فكرة مطعم في الظلام الحقيقة او طعام في الظلام هي فكرة اوروبية. طبعا انا من خلال عملي ولفي دول العالم عجبتني الفكرة، وهي موجودة في فرنسا. طبعا نقلتها هنا لجمهورية مصر العربية. جبت الفريق من فرنسا يدرب الولاد المكفوفين هنا على مهنة الجايد او الويتر، بحيث انهم يقدروا يتعاملوا بشكل احترافي مع الموضوع. الموضوع مش مجرد مطعم بس واكل، لا، احنا بنقدم اكل فرعوني قديم بيقدم لأول مرة في المطاعم المصرية. الهدف من الفكرة تحريك حواس كاملة عند معظم الناس، زي السمع واللمس والشم والتذوق. كمان بنحل مشكلة بطالة للمكفوفين. بنحول موضوع التعاون مع مثل هذه القضايا إلى شكل احترافي، في اقتصاد، في حل لمشكلة البطالة، في تقديم العون لهم بشكل تعليمي وليس بشكل تبرع فقط، لأنه مسألة التبرع هي مسألة مش دايمة ومحرجة لمعظم ذوي الإعاقة، فبالتالي المفروض بتتقدم لهم الخدمة بشكل سليم زي بقية شرائح المجتمع. اللي بتشوف في الضلمة زي ما انتوا يا جماعة عينينا في النور، احنا بنكون عينيكم في الضلمة. هتسألوني سؤال، احنا ليه ممكن نيجي هنا؟ هتيجوا هنا عشان كذا حاجة، منهم ان انتوا هتجربوا الحواس بتاعتكم في الضلمة كلها، مش حاسة البصر بس. هسألكوا سؤال، انتوا لما بتشوفوا اكل بتشوفوه الاول وبعدين بتدقوه ولا بتدقوه الاول؟ طبعا بتشوفوه بعدين بتدقوه. لا، هنا انت هتدوي الاكل الاول قبل ما تشوفه، لان انت في الطبيعي بتشوف الاكل، لو عجبك الاكل بتاكله، لو ما عجبكش خلاص. لكن هنا حاجة يعني تانية، لا، انت بتدوقه. وكمان يلا تعالوا هنا معنا، تعال يعني انا بقول لكم تيجوا هنا، تعالوا علشان احنا مع بعض كلنا هنغير ثقافة المجتمع مع بعض. وانت عشان تغير ثقافة المجتمع وتعرف ان المكفوفين يقدروا، لازم تشوف ده بشكل عملي مش بالكلام بس. دوري انا كجايد بيبتدي من هنا. اول حاجة بقول الخطاب الترحيبي. بعد ما بقول الخطاب الترحيبي باخد الجست ودخله جوه القاعة المظلمة. بعد ما بدخله جوه القاعة المظلمة بقعده، بوصف له الترابيزة اللي قدامه، بجيب له الاكل. بعد ما بقدم له الاكل ممكن يرسم في الضلمه، ممكن يلعب شطرنج في الضلمه، ممكن يسمع موسيقى في الضلمه. بعد كده انا باخد الجست مره تانية واجيبه هنا في القعده العربي وبقول له خطاب الشكر. بيبقى موجود على الترابيزه هنا، على اليمين في منديل، فوق المنديل في شوكه وسكينه، تمام؟ تمام. وفوق المنديل على اليمين في ازازه ميه، وعلى الشمال في كوبايه ميه.
ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكم في مطعم في الظلام. انا اسمي نعمه، انا اللي هكون جايد معاكم النهارده. افتكروا اسمي كويس. انتوا جاهزين؟ ان شاء الله. يلا بينا.